يقول من نسي التشهد الأول حتى أراد أن يقف يقول خلاص ما ترجع، هذا كان غير صحيح أبدا. وإنما الناس على ثلاثة أحوال، من نسي التشهد الأول له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن ينسى التشهد الأول ويريد أن يقف، لكن قبل أن يعتدل ظهره تذكر، وأثناء القيام يعني بعد ما اعتدل الظهر، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية اعتدل الظهر لكن لم يشرع بالفاتحة، لم يبدأ بالفاتحة يعني الركعة الثالثة. الحالة الثالثة أنه بدأ بالفاتحة. هذه ثلاثة أحوال للناس. الذي عليه أهل العلم أنه من نسي التشهد الأول وتذكر قبل أن يعتدل ظهره يجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع طالما أنه لم يعتدل ظهره وجوبا، يجب عليه أن يرجع ليقول التشهد الأول. الحالة الثانية إذا تذكر بعد أن وقف تماما لكن لم يبدأ بالفاتحة، فبعض أهل العلم قال لا يجوز له أن يرجع لأنه دخل في الركن، لأن التشهد الأول واجب والآن دخل في الركن وهي الركعة الثالثة، فلا يرجع من ركن إلى واجب، ما يرجع من الأقوى إلى الأضعف. وبعضهم قال لا، الركن ليس الوقوف وإنما الركن هو قراءة الفاتحة، فإذا قال يكره أن يرجع ولكن إذا بدأ بالفاتحة لا يرجع قولا واحدا. إذن إذا تذكر قبل أن يقف وجوبا يرجع، إذا تذكر بعد أن شرع بالفاتحة وجوبا لا يرجع. الخلاف فيما إذا تذكر بعد أن وقف وقبل أن يقرأ، وقف لك لم يبدأ بالقراءة. مذهب أحمد أنه يكره له أن يرجع، وغيره من أهل العلم لا يجوز له أن يرجع طالما أنه وقف، وهذا هو الصحيح أنه إذا اعتدل ظهره لا يجوز له أن يرجع. أما أثناء القيام لا، يرجع ويسجد يقرأ التشهد.